شخص إضافة جديدة لعدد سكان اليمن كل 20 شهرا، وهي زيادة لم يشهد لها تاريخ اليمن من قبل. هذا ما أكد عليه وزير الصحة في حفل تدشين تقرير حال سكان العالم لعام 2013. الزيادة السكانية السريعة مجرد أرقام تضاف إلى عدد السكان، بل تحمل في ضيافها دلالات وانعكاسات كبيرة على حياة المجتمع بكل أبعاده. الزيادة السكانية ناتجة في الأساس عن استنتاج نمو المشروبة والولادة في مستوى مرتفع في البلاد، راجع إلى وقت الوعي والاستخدام وسائل التنمية الأخرى. أكاديميون أكدوا أن اليمن من دول العالم التي تتأثر من زيادة السكان وخطورة ارتفاع زواج الفتيات تحت سن 18. اليمن من البلدان الإقليم التي تتمتع بمعدل عالي من النمو السكاني، وأيضا اليمن هناك خصوصية في أن هناك معدل مرتفع للخصوبة، والخصوبة كما تعلمون تؤثر على النمو السكاني. باعتبار أن زيادة السكان المضطردة لا زالت تجد نفسها مكان في اختلال التوازن بين عدد السكان والنمو السكاني الذي يبلغ حوالي 700 وأكثر نسمة في العام، إلى جانب الاختلال في الخدمات المقدمة لكل وافد جديد في السكان. تقرير حال سكان العالم يكشف وجود 20,000 فتاة تحت سن 18 في البلدان النامية تنجبن أطفالا، ومن أصل كل 10 حالات من هذه الولادات تكون 9 منها في إطار الزواج أو الاقتران في العالم. ولعل ذلك النمو السكاني الذي يشهده العالم يزيد من تفاقم الاقتصاد واضطرابه، خصوصا في الدول النامية كحال اليمن. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.